خلف هذه السلاسل الجبلية تقع واحدة من المساحات التي استأجرتها الشركة الوطنية للإسمنت من أهل قرية جول مدرام في محافظة لحج، والتي اتفق الأهالي من آل الجاوي والنيافي مع الشركة على دفع الإيجارات لاستثمارها، لكنها بعد 4 سنوات لم تقدم لهم شيئا، كما دفعت الإيجارات لنافذين في السلطة المحلية كما يقولون. مطالب يعني طالب الشركة يعني بصرف مستحقاتنا يعني اللي صرفت للناس يعني غير ذي صفة خلال 4 سنوات الماضية، لأن لم توصل للمستحقين شيء. لم يكسبوا المال ولكنهم خسروا الأرض أيضا التي كانوا يستخدمونها كواحدة من مراعيهم الوفيرة للمواشي، ويستقلون الأشجار في بيعها كفحم إذا تطلب الأمر. كنا داخل المنطقة هذا قبل أول نعيش داخلها ونسود ونرعي أغنام، دحين حرمناها كامل. هذا الأسر تعب، ناس مش معاهم شيء، بعضين عايشين لهم من العلف، فهم بعض عايشين لهم من العلف، شجرة زيتون يوم بها ويوم ما شبها. اليوم وبعد هذه المدة الزمنية ينفذ أهالي المنطقة وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل وإنهاء مماطلة الشركة التي أبرمت معهم عقدا ولم تفي به. نحن وقفتنا هذه الاحتجاجية للمطالبة بحقوقنا، ويعني ومنحنا الذي نستلمها من الشركة الوطنية منذ تأسس المصنع، يعني لفترة 12 سنة، يعني قبل 4 سنوات هذه التي أتت من بعد حرب الحوثي، يعني تصرفها للناس غير ذي صفة، يتصرفوها على ما يشتوا، يعني لا يوصلوا الحقوق للمستحقينها. بحوالي 4 كيلومترا مربع تقدر هذه المساحة التي استغلتها الشركة بعد أن كانت بمثابة المشروع، حيث مثل مصدر عيش لنحو 70 أسرة من أهل المنطقة لتأمين معيشتهم اليومية. أما الآن فقد باتت مخلفات العمل تصيب السكان. المصنع هذا أثر على المنطقة وجوارها بسبب الأمراض الخبيثة من الفحم الحجري والهواء الملوث. لم يبقى للمحتجين سوى توجيه نداءات ومناشدات إلى محافظ المحافظة للتدخل لإنهاء هذه القضية وإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين وإنقاذهم من النهب والفقر الذي يفتك بهم. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.